نعم استراليا الدنمارك، نعم 1-0 لاستراليا، وتأهل يعني يشوبه بعض علامات الاستفهام إذا ما قدمه المنتخب الاسترالي. يعني هو شوف استاذ حسين، تحدثنا يمكن حتى البارحه قلنا الفريق اللي ممكن يلعب بخيارين دائما ما تكون النتائج هي عكس ما الفريق اللي ممكن ياتي بخيار واحد. اليوم شاهدنا حتى الفريق الاسترالي حقيقه نازل باسلوب معين، انه اليوم شفنا الفريق الاسترالي لعب بطريقه 4-4-2، بينما فريق الدنمارك لعب بطريقه 4-2-3-1. يعني هذا يعطينا انطباع انه فريق الدنمارك كان عازم على انه يقدم كره هجوميه، على انه يستحوذ على النقاط الثلاث، لانه الخيار الاول له انه يكون 4 نقاط حتى ممكن تاهل الدور الثاني. وحقيقه ما شاهدناه الشوط الاول انه هذه تشكيله المنتخبين انت تحدثت عنها. نعم، الفريق الاسترالي مع الفريق الدنماركي 4-4-2. نعم، شوف الفريق الاسترالي كان اعتقد 4-4-2، نعم نفس الثلاثة ونفس الاسلوب، يعني نفس اللاعبين اللي يمتازون بالحالات الهجومية. شوف الان بيتر ويث لاعب المهاجم مال لاعبي الدنمارك. نعم، يعني هاي البدايات اللي بدوها، اعتقد انه فريق البدايات كانت يعني الوصف يعني التشكيلة يمكن هو ينطق يعني ما عاد يعني يلتزم به اللاعبون الى حد كبير، يعني كثافه انت تتحدث عن 4-4-2، يعني هذا الشكل العام، الشكل العام اللي ممكن ينطي قبل المباراه هذا الشكل، لكن انا اعتقد هذه الطريقه المتغيرات راح تحدث داخل المباراه وفق الامكانيات اللي يمتلكها اللاعبين، وفق الظروف المتغيره، ممكن الواجبات اللي تناط بهم من قبل المدرب هي اللي ممكن تحكم طريقة اللعب وأسلوب اللعب اللي يكون داخل المباراة. يعني شاهدنا احنا اليوم يمكن الفريق الدنماركي مثل ما قلت بداية الشوط الأول كان هو يمكن هو الأكثر استحواذ على الكرة، أكثر لعب، هو كان أكثر تنظيم الهجمات، الخطورة اللي كانت من قبل فريق الدنمارك من جهة اليمين يمكن خلق الشوط الأول. أنا ما شفت حقيقة فريق الاسترالي خطر الفريق الدنماركي بالشوط الأول، أغلب الهجمات كانت في الدقيقة 10، الدقيقة 18، الدقيقة 24، الدقيقة 41. ذاكرتكم ومفكرتكم موجودة إن شاء الله عندما نعرض الحالات، أكيد موجودة الزملاء في الكنترول. ولكن يعني في ضوء ما تفضلت به، هل يمكن أن نرسم انطباع بأن تأهل غير مستحق لاستراليا؟ مو تأهل غير مستحق استاذ حسين، لكن في بعض الاحيان الظروف تكون عامل مساعد وقوي جدا. احنا البارح تحدثنا وقلنا يمكن الفريق اللي يلعب على الحالات المرتده مثل ما لعب قلنا الفريق الايراني البارحه على الحالات المرتده، لانه كان يحتاج حاله التعادل. اليوم فريق الاسترالي نفس الاسلوب ونفس الـ 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 الظروف اللي شابهت الظروف الفريق، يحتاج الفريق التعادل فقط للتأهل للمرحلة الثانية، ولعب وغلق المناطق، والدليل انه الشوط الاول لكن نجح انه ما صارت عليه فرص ممكن تسجل اهداف، رغم انه الفريق الدنماركي وصل اكثر من 4-5 مرات الى داخل منطقة الجزاء، لكن اللمسة الاخيرة ما كانوا موفقين في انه يسجلون الهدف. هذه المتغيرات اللي نتحدث عليها، انه في بعض الاحيان مو معناها الاسلوب خاطئ، لكن ادواتك هي اللي ممكن تتحكم تاخذ لك في لحظه معينه، تاخذ لك وممكن هي توفقك في مباراه مثل مباراه البارحه المنتخب الايراني، كره فقط واحده اللي لعبت خلف المدافعين وقدر يوصلها اللاعب رقم 10 ويسجل الهدف وانتهت 1-0 وتاهل الفريق. لكن بالمجمل كان المنتخب الامريكي افضل مستوى اكيد وسوى يعني فرص اكثر. اليوم أنت الحاله تتحدث عن فرصه صارت، نعم، بينما اليوم الدنمارك ما عكس هذا الموضوع، انه هذا اللي اتحدث عنه، انه مو دائم انه كمدرب او متابع تقول وتخطط انه تقول هاي المعطيات اللي عندي الان ترجح الفريق الدنماركي، والدليل انه يرجح الفريق الدنماركي، واحنا يمكن البارحه رشحنا الفريق الدنماركي للفوز على الفريق الاسترالي بحكم المباراه السابقه اللي شفناها. لكن اليوم شفنا الاستحواذ الشوط الاول يمكن نسبته توصل بالعموم لو نحسبها الاستحواذ 69% للفريق الدنماركي،
31% للفريق الاسترالي. فارق مهول يعني انطباع مخالف حتى يعني حتى بالامس لم يكن احد يتوقع فوز المنتخب التونسي بكل اسف، يعني فوز ما قدر يمر به يعني على منتخب بحجم المنتخب الفرنسي وان لعب بالبدلاء. بالتاكيد كلامك يعني منطقي في كره القدم، انت تستحوذ، انت يعني المعطيات كلها معك، ولكن فرصه واحده ممكن ان تطيح بامالك خارج المونديال، وهذا ما حدث للمنتخب الدنماركي. الفريق الاسترالي استحوذ على كره تقريبا، هي ايضا كانت هجمه للفريق الدنمارك، وكان ممكن تكون خطوره جدا تشكل على الفريق. بالامس كلنا ذهبنا لي يعني ذهبنا لترشيح الدنمارك، لكن قلت هذا احنا كنا ذهبنا للدنمارك انه ممكن يتفوق على الفريق الاسترالي، لكن اليوم غلق المناطق الدفاعيه، رغم انه غلق المناطق الدفاعيه الفريق الاسترالي، لكن انا اعتقد ان فريق الدنمارك وصل اكثر من كره وكان خطر جدا.